نبدأ ناخد أول تليفون مستنينا. إيه، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا استاذ رعاية؟ أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله في نعمة. بصي يا شيخ أحمد، أنا جاية لك وأتمنى إن حضرتك تفيدني وتديني حل، عشان أنا ما بنامش. تمام، اتفضلي يا فندم. بصي حضرتك، أنا كنت على علاقة بشخص لمدة سنتين. تمام، في بداية الأمر خالص اتقدم لي والدنيا كانت تمام وما كانش فيه أي حاجة، بس كان وقتها والدي مسافر، فاضطرينا ان احنا نأجل موضوع قراية الفاتحة لحد ما ينزل. تمام، بعدين بقى بدأ ياخد ميعاد ويخلى، ياخد ميعاد ويخلى وما يجيش. طبعا هو كان بيشرح لي اسبابه ومبرراته وانا كنت بصدقه، هو من نفس المحافظة اللي انا فيها. تمام، واحنا كنا عارفينهم، فعشان عارفين ان هم ناس محترمين وكده، فانا كنت باقي عليه. تمام، اتقدم لي بالفعل واتفق مع بابا على كل حاجة، وبعد كده اعتذر لبابا، غنى عليه وكده وقال له ان هو مش هينفع يجي دلوقتي غير لما يظبط ظروفه. هو ما كانش عنده شقة. تمام، فكل ظروفه كانت في الشقة والشبكة والكلام ده، وانا حاولت على قد ما اقدر ان انا اكون جدع معاه لحد الاخر، وفرت له شقة في بيت اهلي والشبكة كمان اتنزلت عنها، ويعني كنت جدع معاه زي ما قلت لحضرتك كده. تمام، الموضوع ده استمر لحد 8 شهور كده، لحد ما خلاص بقى اهلي قالوا لي لا، لازم نقفل الموضوع ده، وهو شكله ايه، بيلعب او بيتسلى او الكلام ده، واحنا نشوف حلنا احسن. كويس. كنت فعلا ابعد، يرجع ويفضل يحلف ويقلب الدنيا عليا من الاخر يعني، وانا عايزك وشريكي بس تستحمليني ومش عارف ايه، والفكره ان انا كنت بصدقه. تمام، الموضوع ده استمر بالظبط يعني سنه ونص، كان اي حد يجي لي ارفض عشانه، لحد ما حسيت ان انا باذي نفسي، حسيت ان انا بظلم نفسي، فمش قادره ان انا اخد قرار لا بالبعد ولا ان انا يعني اخليني. فانا قلت له خلاص ماشي، انا معاك للاخر. بعدين كل كان مثلا كل اسبوع كل شهر يديني ميعاد، وبرضه يخلى ويصغرني قدام اهلي، فخلاص بقى انا فاضيه. اتاذيت منه كتير، ولدرجه ان انا نفسيتي اتدمرت بسببه. تمام، بدخول يعني بدون دخول في تفاصيل، لحد سنه ونص، لحد شهر 9 اللي فات كده، كنا احنا خلاص يعني انا نهيت الموضوع، فدخل كلمني تاني وقال لي انا هاجي لك الشهر الجاي، بس انا عايزك تسامحيني. تمام، تسامحك على ايه بقى؟ يسامحك على ايه؟ هو بيلعبها كده هو واهلها، ان هو يعني ان انا كل مره صغارف قدام اهلك والكلام ده. وانت بقى وانت سامحتيها ايه ولا ايه؟ ما هو انا رحت قايله له خلاص، بس على شرط يعني. هو كان قايل لي انا يعني انا بقول لحضرتك ان هو قال لي ان انا جاي لك الشهر الجاي اللي هو شهر 10 اللي فات ده. تمام، وما جاش طبعا. تمام، فانا قلت له خلاص ماشي انا سامحاك، بس انا ما كنتش قادره من جوايا، انت فاهماني؟ ماشي. انا برضه يعني حصل مشاكل كتير جدا وانا وقفت قدام اهلي عشانه وكده، كنت شايفاه يستاهل. المهم في الاخر، المهم حصل ايه؟ ما جاش في شهر 10 وخطب في شهر 10. تمام، بنت كان على علاقه بيها لمده 3 سنين. هو خطب واحده. تمام، كان على علاقه بيها لمده 3 سنين. لا حول يعني ولا قوه الا بالله، ده مريض نفسي من اول ما بدات تحكي. المهم يعني ان انا دمرت، ما كنتش قادره يعني اتملك اعصابي، دخلت في حاله قهره وكنت بروح لدكتور نفساني عشان انا ما كنتش قادره اخرج نفسي. ماشي. حاليا انا لسه مخطوبه بقالي بالظبط شهر. كويس. او الشخص ده كويس وكل حاجه، بس انا مش قادره اصبر على حقي. تمام، ليه النهار كده مش عارفه يعني مش عارفه اعيش حياتي، انت فاهم؟ طب بصي يا ايه، هو مريض نفسي. والله انا فاهمه كل ده يعني، وانت غلطانه فيها. انا حسيت ان انا مفيش كلام غلط، انت ظلمتي نفسك وصغرتي نفسك ورخصتي نفسك وصغرتي اهلك وكل حاجه غلط ممكن واحدة تعملها في علاقة. طب هي هي اتخطبت دلوقتي، عاوز اعرف ايه هو غلط بصراحة برضو يعني، لو عايزة النصيحة الحق هو غلط تتخطبي دلوقتي، انت لازم تقعدي كده فترة نقاهة. لا ما هو انا قلت يعني معلش، انا في بالنسبة لاهلي ان هم مش قادرين يصبروا، ان مثلا هم شايفين 22 سنة ده بالنسبة لهم ان احنا خلاص. لا 22 سنة لسه صغيرة، طفلة يعني. تمام، المهم حضرتك دلوقتي انت لا طفل عشان كده فكرت غلط. طب انا راحت فين يعني بعد كده؟ انا ما قصرتش، كل ما افتكر اللي انا عملته. احنا بنتكلم دلوقتي، ما هو انت غلطتي، انت رخصتي نفسك، مفيش حاجه اسمها قصرتي، انت عملتي حاجات غلط بالزياده، رحتي للناحيه الغلط اصلا مع واحد مريض نفسي. واهلك نصحوكي وما سمعتيش كلامهم، والمفروض الواحد يسمع كلام اهله، هم اللي بيبقوا شايفين. هي اتخطبت دلوقتي صح؟ مش انت اتخطبتي يا ايه؟ الخطوبه بقى اللي انت فيها دي ايه؟ ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ يعني انا الشخص ده كويس معايا كل حاجه، لكن انا وانا مخطوبه له انا قلت له مثلا كان في شخص مش عارف ايه، ما دخلتش في تفاصيل يعني معاه، لكن انا مش قادره اسامح. هو بقى دلوقتي انا عندي سؤالين. هل لما انا قلت له ان انا سامحتك اللي هو
يعني من 5 شهور كده اللي هو شهر 9، بس انا سامحتك عشان خاطر مثلا انت بقى جاي لي الكلام ده برغم ان انا قلبي فيه سخط وعدم رضا من ناحيته، تمام؟ هل لما انا قلت له ان انا سامحته هل كده ده اسقط حقي؟ لا دي واحده بس، دي واحده بس، ما هو خلاص سامحيني وانا جاي لك الشهر الجاي، فانت سامحت على اللي فات، فجي بقى ختمها هو قال لك سامحيني وانا جاي لك الشهر الجاي اللي هو شهر 10، صح كده؟ تمام. فانت قلتي خلاص انا مسامحاك ويا رب تزق في كلامك وتيجي الشهر الجاي تقطع رجلك بقى. فالراجل الانسان المفتري الكذاب ده النصاب ده ما جاش، كويس؟ تمام. وبعدين اتضح ان هو خطب وسابك انت بعد الفتره دي كلها، صح كده؟ تمام. لا ده انت من حقك تدعي عليه وتقولي حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا بصي حضرتك يعني انا ليه النهار يعني انا حتى اما بصوم ما ده حقك على فكره، ده حقك ومحدش يقدر يقول لك سامحي، لا ده حقك انت. طيب دلوقتي تمام. بقى انت دخلتي طرف ثالث اللي هو خطيبك ده في الموضوع، ليه انت المفروض ما تتخبيش دلوقتي؟ هيتظلم الراجل ده، هيتظلم. انا بصراحه انا لا 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 انا كلمته بكل صراحه وقلت له ان انا كان في شاب بس انا حسيت ان انا اتظلمت، بس انا ما دخلتش في تفاصيل حضرتك. كويس. لا ولا تدخلي ولا تمام. فانا قلت له يعني ايه انا شايفه منك لحد الان يعني هو بصراحه العلاقه كويسه وكل حاجه، الفكره ان ده مش مؤثر عليه يعني هو ما دام كويس معايا خلاص. طيب والحمد لله يعني متديا واخلاقه كويسه تمام. ايوه بس انت مؤثر عليكي، انت التاني ده مؤثر عليكي لغايه دلوقتي اهو. التاني مش مؤثر عليا في اي حاجه، مش هي عاوزه تاخد حقها، هي نفسها تاخد حقها منه كده. تمام. انا عايزه اخد حقي، مش قادره اصبر على حقي. طيب ماشي قولي السؤال التاني وانا هقول لك. السؤال التاني ان انا ليل نهار يعني بفضل ادعي ربنا، فهل دلوقتي يعني نرجع برضو لنفس السؤال الاولاني، هل دلوقتي مسامحتي ليه كده حقي سقط؟ لا لا لم يسقط الحق، ما احنا قلنا اهو انت قلتي سامحتك كتير خلاص كده في الفتره الاولانيه، جينا بعد كده الشهر الاخير اللي هو بقى ما جاش في شهر 10 نيلها، فانا ايه خلاص انا مش مسامحاك ان شاء الله حتى على الفتره دي مش مسامحاك، وانا من حقي اللي انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا اتظلمت وانت ظلمتني وضحكت عليا، فانا من حقي اللي انا اقتص منك في الدنيا بايه؟ بالدعاء، فانا هفوض الامر الى الله عز وجل، لا خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. تمام. وربنا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ايه انت اهلك قالوا لك ايه على الخطوبه الجديده اللي انت اتخطبتيها دي؟ لا هم كلهم فرحانين، وعلى فكره انا برضو فرحانه لاني انا شايفه ان ربنا بيعوضني. انت عارفه تنتصر عليه ازاي؟ ربنا بيعوضك بقى. ايوه انا هقول لها عارفه. انا بقى انا لسه هسال حضرتك سؤال، هل انا دلوقتي لو يعني انا ساعات بيجي عليا اوقات كده اللي هو اقول ايه طب ما هو يعني ايه يعني يا بخت اللي يسامح، من انا عارفه واصلح. لا 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 لا, لا. انا احنا بنتكلم على حاجه تانية دلوقتي، على الطرف الثالث اللي انت دخلتيه في القصه. انت لغايه دلوقتي عماله تفكري 24 ساعه في الغل وحقك. أيوة وكذا تمام. ومش عارف ايه. طيب. وادعي طب فين حياه؟ انت بتظلمي نفسك، بتظلمي الراجل اللي جاي خطبك. نفصل ده نفصل ازاي بقى يا دعاء؟ افصلي يا حبيبه قلبي. هنفصل ازاي؟ اول حاجه يا ايه ان هو الحمد لله ان ربنا بين للشخص ده على حقيقته، فالحمد لله اللي احنا ما دخلناش في الطريق خالص نهائيا. أيوة. وكنا لسه على البر، فاللهم لك الحمد. فده بشكر ربنا على النعمه دي، وكون ربنا سبحانه وتعالى عوضني بانسان طيب وابن حلال زي ما انت بتقولي اللهم لك الحمد. فانا انتصر ازاي؟ ان انا احافظ على الانسان الطيب المحترم المتدين ده. أيوة. وانا بحاول بقدر الامكان ان انا اطيع ربنا سبحانه وتعالى في اولا في نفسك الاول وفي الانسان ده، وبالتالي لما تتجوزي وتعيشي حياة كريمة التاني صدقيني لما يشوفك انت مبسوطة بعد كده او يعرف اللي هو، لان هو خلي بالك هو ظالم، وما دام هو ظالم ربنا سيقتص منه في الدنيا قبل الاخره. انا عايز اقول لك اصلا معلش بس هقطع حضرتك، ان انا لما كنت اقول له انت ظلمتني يقول لي لا انت اللي ظلمتيني وانت اللي ما صبرتيش عليا. تمام. لا 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 لا, 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 لا. ده مريض نفسيا. كلامه ده كان مثلا جه اكلمه اقول له انت ظلمتني يفضل يضحك. انت عارفه الاصل يا ايه؟ الاصل انا جاي اخطب فبقول لك والله يا ايه انا ما عنديش لا شقه ولا 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 ولا، لكن الانسان الراجل الحقيقي يعني هو اللي يقول بس لو جالك حد كويس وابن حلال وجاهز ومتدين انا بقول لك ما ترفضيش، لان انا اتمنى لك الخير وانا هنسحب وهدعي لربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا يعوض خير، لكن انا لغايه لما ربنا يكرمني انا بقول لك انا محتاجك في الفتره دي وبعد كده لما ربنا يكرمني هاجي لك. خلاص كن بقى هو يقول لك الشهر ده، لا الشهر الجاي، لا الشهر اللي بعده، فهو كان بيلعب بيكي. أيوة. وده مصيبه يا استاذه دعاء، لان هو وقع في امر خطير جدا وهو قضيه الخداع.
ايوه هو منه لله دمرها نفسيا، خلاص منه كده. لله، بس هي لازم تكمل العلاج النفسي وتتعافى منه هي، ولا تقعد بقى تدعي عليه طول اليوم ولا حاجه. لا هي لازم ممكن تقول تنساه، عادي وتقول تنساه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله وخلاص. ونعم الوكيل خلاص، وتشيله من حياتها ومن دماغها وتنساه عشان تعرف تعيش، والا كده هي بتظلم نفسها تاني، بتظلم اللي معاها تاني. الانتصار الحقيقي ان تنتصر على نفسها ان هي اولا، والحاجه تمسحه الثانيه من حياتها. خلاص بقى، فانا مقبله على حاجه جديده، وتشكروا ربنا ليل ونهار ان ربنا ايه كشف لك حقيقة هذا الإنسان المخادع، فتقولي اللهم لك الحمد ولك الشكر، وحافظي بقى على نفسك وحافظي على خطيبك ده، وربنا يكتب لكم الحياة السعيدة يا رب العالمين، ويرزقكم الرزق الحلال الطيب الكثير اللي هو الوفير يعني، وأن يبارك لكم يا رب العالمين. وكل بنت بقى تسمع كلام اهلها، عشان هم اللي بيطلع عندهم حق. كل واحد ده مش او شرط واحد يعني، شباب فاكرين نفسهم هم بس اللي بيفهموا، وهم لسه اطفال صغيرين فعلا يعني، ربنا يهديهم كلهم. يعني انت وجهي نصيحة بقى، انت ما هي دي، ربنا يهديهم وينور بصيرتهم كده ان شاء الله، انت يسمعوا بتدعي لهم. كلام اهلهم. طيب